عشرات الشبان الفلسطينيين أصيبوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال في أعقاب ليلة دامية شهدت استشهاد شابين فلسطينيين في القدس طعنا. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن أكثر من 200 شاب فلسطيني أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة الاشتباكات مع جنود الاحتلال في مدن جنين والخليل ورام الله والقدس. من جهتها فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، فيما لم تفرض أي قيود على حركة المستوطنين، وواصلت الشرطة الإسرائيلية منع دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى إلا لمن تجاوزت أعمارهم 50 عاما، كما حددت الدخول من باب الأصباط فقط إلى الحرم القدسي الشريف. قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في اتجاه فتى فلسطيني من سكان بلدة العيساوية في القدس الشرقية بحجة محاولته إلقاء زجاجة حارقة، وقالت مصادر إسرائيلية إن الشاب الذي أصيب في قدمه وصل إلى مدخل العيساوية حيث ترابط قوة تابعة لما يسمى بحرس الحدود وحاول إلقاء زجاجة حارقة، فرد الجنود بإطلاق نار وأصابوه وفقا لرواية قوات الاحتلال. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من جهتها بثت فيديو مصور تلمح فيه إلى عودة العمليات الاستشهادية في حال استمر التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس، وحمل الفيديو رسالة رقم 1 وعنصر من السرايا يقوم بتجهيز نفسه للتفجير في أحد المواقف التابعة للجيش الإسرائيلي. الحكومة الفلسطينية استنكرت سياسة التصعيد التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية، وطالبت في بيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية. الحكومة الإسرائيلية التي تتخوف من انتفاضة ثالثة عقدت جلسة طارئة برئاسة بنيامين نتنياهو وبمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين لبحث تداعيات الوضع المتردي في القدس المحتلة.